حلقة جديدة من جول رح نحكي فيها عن ماتش مانشستر يونايتد وليفربول وضربة الجزاء المثيرة للجدل، ورح نحكي عن أليجري العظيم وعن المقارنة بين أوزيل ودي بروين وكثير غيرها من المواضيع اللي صارت خلال هذا الأسبوع. ومعكم جوليان سعد. أكرم من مانشستر يونايتد ما فيه، الأسبوع واحد تقدموا على تشيلسي، رجعوا تعاطفوا معهم وعطيهم ضربة جزاء بالدقيقة 100 ليعدلوا النتيجة، ورجعوا تركوهم يسجلوا هدف الانتصار بالدقيقة 101، وتقدموا على ليفربول ورجعوا تعاطفوا معهم وعطيهم ضربة جزاء بالدقيقة 84 ليعدلوا النتيجة. قلبهم كبير اليونايتد وكرما بيلعبوا لهم بأعصابهم شوي للمنافسين، وبالآخر بيعطوهم الماتش ضربة جزاء مجانية ما لها داعي أبدا. قد ايه قوي وان بيساكا، من أفضل الأظهرة بالنسبة إليه، قد ايه تصرفه غبي بهيدي اللقطة. انتبهوا، هيدي الحالة شو ما احتسب الحكم ما رح يكون قراره غلط، يعني إذا احتسبها خطأ حقه بيقول لك في تلامس. بتقول المدافع لما نزل على الأرض وعمل التدخل ما صار تلامس، أليوت لاعب ليفربول هو اللي راح عليه، بيقول لك معك حق. أنا مكان الحكم ما بحسبها، فيها خبث وتحايل من أليوت. تعمد يلامس وان بيساكا وياخذ ضربة جزاء، بس كمان تدخل وان بيساكا فيه تهور واستغله أليوت. يعني بالحالتين قرار الحكم مش غلط، بس أنا ما كنت بحسبها، أنا ما بحب التحايل. يا لمسك بتدخله يا لا، أنت رحت عليه وصار في تلامس، أنا ما بحسبها. بس بالنهاية وان بيساكا بيتحمل نتيجة تهوره، تدخل ما له داعي أبدا وأليوت استغله، خسر فريقه نقطتين مهمين. حتى بالهدف الأول لليفربول كان في خطأ سخيف من لاعب اليونايتد ماينو اللي سجل هيدا الهدف الحلو، عمل قبله غلطة بهدف ليفربول الأول. كان مراقب لويس دياز بالركنية، بس ما بعرف ليه تركه شو صار معه، شو كانت الفكرة براسه. تحرك لويس دياز وصار حر بمنطقة الجزاء وهو تاركه. وكمان ليفربول عملوا هيدا الغلطة بالهدف الأول لليونايتد اللي كان أول تسديدة لهم بالماتش. غلطة قلة خبرة. طبيعي لاعب صغير عم يلعب ماتش كبير فيه ضغط، عم بيواجه لعيبة مميزين ما بيرحموا، يعني ماتش عبارة عن أخطاء. سر تألق جريليتش ضد كريستال بالاس بسيط جدا، لعب بالعمق مش كجناح. لو كان جناح كنتوا شفتوا أدائه نفس اللي كنتوا عم بتشوفوه قبل، بس ضد البالاس لعب بالعمق. من أول ما أجى على السيتي ونحن نحكي إنه جريليتش منه جناح، هو لاعب وسط هجومي مركزه بالنص. تألق بأستون فيلا بالنص بالوسط قبل ما يجي على السيتي، وكل ما هو على الطرف رح يكون تكتيكيا ممتاز، بس تأثيره الهجومي عادي. كل ما يكون بالعمق كل ما تشوف هالأداء منه، وخصوصا انه في لاعب مبدع قريب منه واللي هو دي براين. يعني في لاعب عم يتحرك معه صح، عم يستلم منه صح ويسلمه صح. اول شوط كان غفارديول على الخط كجناح، وتاني شوط كان اكانجي، فكان جريليتش مرتاح باللعب بالعمق. ان شاء الله يكون غفارديول بلش يقتنع انه يلعب جريليتش بالعمق، وان شاء الله كمان يكون بلش يقتنع انه افضل بديل حاليا لرودري بالفريق موجود هو كوفاسيتش. اول ما اجى كوفاسيتش غوارديولا جربه بكل المراكز بالوسط الا كبديل لرودري، الا بمركز رودري وادواره. هلا بلش يريح رودري ويلعب بديله كوفاسيتش. لو بلش من اول الموسم يعوده لكوفاسيتش على مركز رودري وادائه، كان هلا بيقدر يعوده بشكل احسن واكثر. في اشياء كانت واضحه من الاول، بس غوارديولا بحب يتفلسف اوقات. برشلونه محظوظين بجواو فيليكس. صرح رئيس نادي اتلتيكو مدريد انه فيليكس بده برشلونه وبرشلونه بدهن اياه، ورح يكونوا محظوظين بلاعب رائع مثله. طيب بما انه فيليكس لاعب رائع، ليه عم تتخلى عنه بهالبساطه؟ ليه هالقد مبسوط انك تتخلص منه؟ وعن جد برشلونه محظوظين فيه، محظوظين بلاعب ما بيقدم كل شيء لفريقه لانه ما بده يلعب معهم، لانه مش مبسوط معهم. محظوظين بلاعب بيقول انه بدي العب لبرشلونه وهو لاعب لاتلتيكو، عنده عقد مع اتلتيكو بعقده معهم، بيصرح بيقول بدي ألعب لفريق منافس. هيدا عقلية بيكون النادي محظوظ فيها. تاني شي، شيل عقليته عجنب، شو قدم لبرشلونة؟ ما في اتنين بيختلفوا انه فيليكس عنده امكانيات لاعب عالمي بيخولوه يكون من ضمن افضل 5 لعيبة بالعالم، بس عم نشوف هالامكانيات؟ عم نشوف اضافة لبرشلونة؟ بيلعب ماتش منيح وخمسة لا، بيصنع هدف وبنفس الوقت ما بيلتزم باي ادوار دفاعية، بيسجل هدف وبنفس الوقت بيضيع كتير فرص وبيخسر طابات بسبب قلة مسؤوليته وقلة نضجه. إذا بدهم يبيعوا أتلتيكو بيستاهل فيليكس يخاطروا فيه برشلونة ويشتروه، وهن بوضعهم الحالي ونتيجته مش مضمونة. يعني لنقول نزلوا أتلتيكو بالسعر للخمسين مليون، بيستاهل يدفعوا فيه برشلونة 50 مليون؟ أنا مش شايف إنه برشلونة بوقت يتصرفوا بالمصاري بطريقة عشوائية ومخاطرة. وضعهم ما بيسمح لهم يجيبوا لعيبة مش مأكدين 100% إنه رح يكونوا إضافة ورح يكونوا عم يعطوا النتيجة المطلوبة. هيدا اللاعب المزاجي واللي بيعمل لك مشاكل واللي بيعطيك بالملعب حسب مزاجه مش مناسب للفرق الكبيرة، مش مناسب للفرق اللي بدها تنافس على الألقاب. هيدا ممكن يجيب لك لقب ولا أي لاعب تاني ممكن يجيبه، ممكن يطلعك من بطولة أو يخسرك بطولة بشكل سخيف وغبي لأنه هو مش طالع عباله يلعب بهاليوم مثلا.
أوزيل أو دي براين. من بعد تألق دي براين بآخر ماتش للسيتي ضد كريستال بالاس، شفت مقارنة بين أوزيل ودي براين، مقارنة مش معتمدة على شيء، بس مجرد كلام إنه دي براين ولا شيء قدام أوزيل وقت كان بأفضل مستوياته. ما بعرف ليه دائما الإصرار على المقارنة بين اللعيبة بالإجمال، بس بما إنه قرروا يقارنوا بين هاللعبين، بس يا ريت يقولوا على أي أساس اعتمدوا ليقرروا. حقك تعتبر مين ما بدك أفضل، رأيك وحر فيه، بس على شو اعتمدت؟ أنا بالنسبة إلي إذا بدي أختار بيناتهم كصانع ألعاب أو كلاعب وسط هجومي بختار دي براين، لأنه لاعب شامل أكتر. يعني فيك تعتبر أوزيل أفضل من دي براين بصناعة اللعب، مش مشكلة، رأيك هيدا، بس دي براين مميز كمان. وزيد كمان أنه دي براين مسدد بارع، مسجل للأهداف، عكس أوزيل اللي ما بيسجل واللي ما بيسدد أصلاً. اللي تابعه لأوزيل بيعرف أنه كان عنده هالسلبية أنه ما بيسدد، حتى لو كان بوضع مناسب للتسديد ما بيسدد، بمرر، وأوقات بتضيع الفرصة لأنه ما وصلت التمريرة. وزيادة أوزيل بدنياً ضعيف كمان، اللي تابعه بيعرف أنه ما بيقدر يلعب 50 ماتش بالموسم مثل دي براين، واللي بيلعبهم كلهم بيطلع منهم بالآخر وبيتبدل لأنه بدنياً صار صفر. فأنا إذا بدي أختار بين الاثنين بختار اللاعب المميز بصناعة الأهداف، حتى لو أنت بتعتبر أوزيل أفضل، بختار المميز واللي بنفس الوقت بيقدر يسدد من بعيد ويسجل، واللي كمان بقدر اعتمد عليه كل الموسم بكل البطولات، اللي بيتحمل التعب وضغط الماتشات وبيلعب رغم الإصابة. أنا هيك بفكر، أنا هيك بختار. يعني بدك صانع ألعاب رقم واحد بالعالم بنظرك، بس بباقي الأشياء عنده نقاط ضعف، أنت حر، أنا هذا اللي بختاره. مش عارف ليه هالقد الأندية السعودية مستعدة تدفع لتاخد محمد صلاح، مش تقليل من قيمته، غيره اللي راحوا بهيك مبالغ مش أحسن منه. بعرف إنه القيمة الفنية والإعلامية اللي بيضيفوها النجوم مهمة للدوري السعودي حاليا لو قد ما كلفوا، بس كمان أكتر من 100 مليون بلاعب متراجع أدائه بيكون صار عمره 32 سنة، شايفها كثيرة، بدك ما يصير فيه بالآخر مثل بنزيما أو نيمار. هلا لنشوف إذا رح تنجح المفاوضات بين ليفربول وصلاح قبل، لأنه صلاح قبل ما يجدد بده يعرف مين المدرب الجديد لليفربول بعد رحيل كلوب بنهاية الموسم، وبده يعرف شو استراتيجية النادي للمدى البعيد، على اساس هو رح يبقى بليفربول بعد شي 10 سنين. بالصيف بصيروا 32 سنة، قد بده يلعب بعد؟ شو مفكر حاله رونالدو أو ميسي؟ وأصلاً على أدائه هالموسم منيح ليفربول عندهم النية يجددوا، وبغض النظر إنه أدائه متراجع وكبر بالعمر، كيف بده يمشي حاله هالتجديد إذا آخر مرة بقيوا سنة لاتفقوا على التجديد؟ وصار مشكلة طويلة عريضة إنه هو بده راتب مثل رواتب النجوم العالمية بحدود 400 ألف يورو بالأسبوع، وليفربول بطلوع الروح لقدروا يوصلوا لحل معه. فهلا كيف بدهم يوصلوا لحل بالتجديد؟ رح يقبلوا يجددوا له براتب أعلى أو على القليل بنفس الراتب؟ أكيد مش رح يقبل براتب أقل، وفي عنده عرض من السعودية براتب فلكي. أنا شايف أخرتها رح ينباع للسعودية بالصيف الجاي بمبلغ كبير وخلصت. بيرتاحوا ليفربول من هالموضوع وبيوفروا تكلفة راتب عالي وبياخدوا قرشان حلوين ما بيحلموا فيهم، وبيكون الكل مبسوط. تياغو موتا خليفة أليجري المنتهي. كان في أخبار صحفية بتقول إنه ليفربول حاطين تياغو موتا هدف رئيسي للتعاقد معه كمدرب بعد رحيل كلوب، بس الكالتشيو ميركاتو عم بتقول مؤخراً إنه اليوفي قدروا يقنعوا لاعب الإنتر السابق تياغو موتا بتدريبهم بدءاً من الموسم الجاي وخلافة أليجري اللي رح تتم إقالته بالصيف. يعني وأخيراً خبر مفرح لجماهير اليوفي اللي كانوا مفكرين إدارة فريقهم ميتة ومش موجودة هي، وعم تتفرج كل هالمدة على المدرب أليجري وعلى مستوياته ونتائجه. بس واضح انه وصلت مع الإدارة للآخر بموضوع أليجري، الحمد لله. صحافة مونبلانو المختص بأخبار اليوفي عم بيقول انه بعد انتصار اليوفي على فيورنتينا يوم الأحد بنتيجة 1-0، واللي هو الانتصار الأول لليوفي بالدوري بعد 4 ماتشات ما شاف فيهم الانتصار، قال الصحافي مونبلانو انه بعد الماتش صار في شجار بين أليجري وبعض اللاعبين وحتى بعض الإداريين اللي اتهمهم أليجري انه هن كإدارة ما عم يدعموه ويحموه. بس على شو بدهم يدعموك ويحموك؟ شو تركت لهم شيء يقدروا يدعموك فيه ويحموك فيه؟ لا نتائج ولا أداء ولا حتى تصريحات مقبولة، كل تصريحاتك كأنك عم تدرب شي فريق طالع جديد من الدرجة الثانية على الدرجة الأولى. مستوى أهدافك وطموحك كنادي يوفنتوس ما بيتقبلوا لا لاعب باليوفي ولا إدارة. تخيل بعد ما ماتش اليوفي وفيورنتينا سألوا صحافي الأليجري عن نسبة استحواذ اليوفي بالشوط الثاني اللي كانت بس 16%، عم تتخيل من أكبر فرق العالم وأكبر الفرق الإيطالية نسبة استحواذه بس 16%؟ كنت عم بقول إنه تصريحاته كأنه عم يدرب فريق طالع من الدرجة الثانية، حتى أرقامه استحوا الفرق اللي طالعين من الدرجة الثانية يعملوها. على كل حال سألوا الصحافة عن نسبة 16% اللي هي بس استحواذه بالشوط الثاني، شو بيقول له أليجري؟ ما فيك تحتفظ بالطابة بنسبة 100%، في فريقان عم يلعبوا ماتش فوتبول، يعني عن جد ما بيستحي. عم بيقول ما فيك تحتفظ بالطابة بنسبة 100%، أنت معك 16 وفيورنتينا 84%، يعني عشوائي رح يحتفظوا هن بالطابة 100%،
شيء مش مقبول صراحه. ما بعرف ليه اصلا بعدهم لهلا تركينوا اداره اليوفي، ما صارت واضحه من زمان. أليجري انتهى، كره القدم صارت بمال وهو بمال، بس انا بتعجبني وقاحته، ما بيستحي من حاله، بيطلع بيجاوب هيك اجوبه بكل فخر. وهيدي كانت حلقه جول لهذا الاسبوع، بنشوفكم الاسبوع الجاي.